بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط قسم الدراسات الاجتماعية بمتوسطة دار الثقافة الأهلية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أبنائي الطلاب، نتناول بالشرح في هذا الفيديو درس تقويم الوحدة الثالثة بعنوان التخطيط. أبنائي، تناولنا بالدراسة في الوحدة دي درسين فقط، مفهوم التخطيط وأهدافه، ده الدرس 11، والدرس 12 تنظيم الوقت. يبقى دروس الوحدة الثالثة درسان، هما مفهوم التخطيط وأهدافه، تنظيم الوقت. أبنائي الطلاب، السؤال الأول: ماذا يعني التخطيط؟ مفهوم التخطيط، احنا عرفنا التخطيط أبنائي الطلاب بأنه هو مرحلة تحضيرية للعمل، خطوة ممنهجة ومنظمة لتحديد المهام والأعمال ومواعيد القيام بها وكيفية إنجازها. إذن التخطيط مرحلة تحضيرية للعمل، يعني التخطيط يسبق العمل، خطوة ممنهجة ومنظمة لتحديد المهام والأعمال مواعيد القيام بها وكيفية إنجازها، ده مفهوم التخطيط. السؤال الثاني: يحدد الطلبة العبارة الصحيحة. 1- أحرص على التخطيط من أجل التفوق. أحسنتم، بارك الله فيكم، إجابة صحيحة. يبقى أحرص على التخطيط من أجل التوفيق، إجابة صحيحة. أصمم عددا من الجداول للأعمال نفسها، إجابة خاطئة. لا يمكن أبنائي الطلاب أن أصمم نفس الجدول لنفس الأعمال، يبقى لا يمكن أن أصمم نفس الجدول لنفس الأعمال. جيم: تعتني رؤية 2030 بتحقيق شخصية وطنية تحرص على التخطيط، إجابة صحيحة. يبقى إجابة صحيحة. التخطيط يزيد من التوتر والقلق. أحسنتم، بارك الله فيكم، يبقى التخطيط بالعكس يؤدي إلى المزيد من الأمن والاطمئنان وليس التوتر والقلق، إذا الإجابة خاطئة. التخطيط يهدر الوقت، إجابة خاطئة. يبقى التخطيط يهدر الوقت، إجابة خاطئة، لأن التخطيط أبنائي يجعلنا لا نشعر بالذنب والاستفادة من كامل الوقت. السؤال الثالث: ما علاقة تنظيم الوقت بالتخطيط في رأيك؟ أولا أبنائي، إذا قمنا بالتخطيط لكل الأعمال اليومية سوف يساعدنا ذلك على تنظيم الوقت والاستفادة منه في إنجاز الأعمال. إذن الإنسان أو إذا قام بالتخطيط لكل أعماله اليومية، لا شك أن ذلك سوف يؤدي إلى تنظيم الوقت والاستفادة من هذا الوقت في إنجاز مختلف الأعمال. نكمل أبنائي. يضع الطلبة الكلمة المناسبة في المكان المناسب. في كلمات ونضعها في الفراغ: نخطط، لا نخطط، الوقت للتخطيط، النجاح، الأعمال. يساعدنا التخطيط على، أحسنتم، النجاح، ويحقق لنا مجالا للاستمتاع بالوقت عندما نخطط جيدا. تنظيم الوقت مهم للتخطيط ويفيدنا في أداء الأعمال في الوقت المحدد لها. دي الإجابات أبنائي الطلاب. يملأ الطلبة الفراغات الآتية: فوائد تنظيم الوقت. 1- الاستفادة الكاملة من الوقت، يبقى إذن فوائد تنظيم الوقت الاستفادة الكاملة من الوقت. 2- الحد من التوتر والقلق. 3- أداء الأعمال في الوقت المحدد لها. إذن فوائد تنظيم الوقت هي الاستفادة الكاملة من الوقت، الحد من التوتر والقلق، أداء الأعمال في الوقت المحدد لها. نكمل أبنائي الطلاب: يصمم الطلبة جدولا لخطتهم الدراسية اليومية متضمنا عناصر الوقت والأعمال. أمامك ابني الطالب جدول مقترح من الممكن أن تستعين به أو تضيف إليه حسب رؤيتك الشخصية. ممكن الساعة 3 مساء أتناول وجبة الغداء مع أسرتي، 3:30 صلاة العصر، 4 أذاكر مقرر الرياضيات، 4:30 أحل واجب الرياضيات، 5 أذاكر مقرر العلوم، 5:30 أحل واجبات العلوم، 6 أخذ قسطا من الراحة،
صلاة المغرب 6:30، 7 أذاكر لغتي، أحل واجبات لغتي، 8 صلاة العشاء، 8:30 أتناول وجبة العشاء مع أسرتي، 9 أجلس مع أسرتي ونتسامر ونتحدث، 9:30 أذهب إلى غرفتي لأنام. من الممكن أن يطرأ تغيرات كبيرة جدا على هذا الجدول حسب رؤيتك الشخصية أبنائي، حسب رؤيتكم أبنائي الطلاب. يحدد الطلبة الحالات التي توصف بعدم التخطيط بوضع علامة صح. في أمامك أبنائي 4 حالات، في حالات فيها تخطيط وفي حالات فيها عدم تخطيط. المعلم يسأل التلميذ أين الواجب؟ الطالب ذكر نسيت أن أكتب الواجب. هل هذا الموقف تخطيط أم عدم تخطيط؟ أعتقد أبناء الطلاب أن ده عدم تخطيط، لأنه إيه؟ لو كان مخطط جيدا كان أنجز واجباته المدرسية. هنا جدول، ده موظف يجلس وحاطط جدول تخطيط ومخطط أعماله، إجابة صحيحة، ده في تخطيط. قائمة الأعمال، طالب نام في وقت معين وحاطط قائمة بأعماله، مذاكرة، كتابة الواجب ومراجعة، ده تخطيط سليم. لم يعد لدي وقت للاختبار غدا وأنا الآن في وقت متأخر من الليل، ده طالب لا يخطط لأعماله جيدا وبالتالي يتنافى مع التخطيط، وإجابة خاطئة. وده لا يتنافى مع التخطيط، إجابة خاطئة. إلى هنا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من شرح سلسلة دروس الوحدة الثالثة بعنوان التخطيط، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، سدد الله خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.